انشغال مجلس الأمة عن قضايا المواطن. الهدف من هذا الأشغال إبعاد الأعضاء مجلس الأمة عن القضايا الجوهرية. الفساد بالكويت، كل ينتقد الفساد، قليل اللي شاف مكافحة وأشاد فيها. قضية الإسكانية وتعضو مجلس بلد، الوضع الإسكاني وضع بائس، غلى البيوت عدى هونغ كونغ عدى لندن. انتقد جنوب سعد العبتوي، جنوب سعد كان متجه للإلغاء، كان التصور جرافة اختصار. القانون يتعدل من أجل فلان، يعني لو تفكر فيها مصيبة. هذه اللائحة عدلت وفصلت لشركة واحدة. المجلس البلدي ما له دور، البلدية هذه ما تنفع. احنا علتنا في القرار، عمارة دخل سنويا قريب المليون، تعطي البلدية 10 دير بالسنة.